وبهذه المناسبة يسرنا ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. أهلا بك دكتور مصطفى، نشكرك على قبول الدعوة في نشرة الثالثة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. ماذا يمثل هذا اليوم لمؤسستكم، للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، أبارك لكم يوم الإنسانية، أبارك لسيدي جلالة الملك ملك الإنسانية قائد الإنسانية، أبارك للحكومة الرشيدة سمو ولي العهد رئيس وزراء سمو الشيخ ناصر وشعب البحرين الكريم. تعني الكثير موضوع الإنسانية، لأن سيدي جلالة الملك عندما بدأ في تأسيس المؤسسة الملكية قبل 20 سنة بمؤسسة خيرية تقدم مساعدات معيشية طبية صحية إلى المحتاجين، طور برؤيته المؤسسة إلى مؤسسة إنسانية بحيث ننظر إلى دعم الشعوب، دعم الناس بروح سماحة الإسلام، بكيف كرم الإنسان سبحان الله، كيف كرم الإنسان وكيف من واجبنا أن نحترم الناس بدون أي تفرقة في الدين، في العرق، في المذهب. هدفنا الأساسي تقديم العون، نشر السلام بين الناس، والحمد لله من هالمبدأ سيدي جلالة الملك قدر يزرع محبة في قلوب الناس بالمساعدات اللي قدم لها دول المحتاجة. 16 مدرسة، 7 مراكز طبية يتخرجون من أنحاء العالم من مدارس البحرين، إلا جيل ورا جيل لا يمكن ينسون البحرين. يوم جميل، ويوم جلالة الملك فعلا يعني أثبت برؤيته الجميلة وبقيادة شاب طموح لسمو الشيخ ناصر أن نوصل إلى العالمية في مجال وفي خصال من أنبل المبادئ اللي حثنا على ديننا الحنيف. نعم دكتور مصطفى، يعني ذكرتم في معرض حديثكم عن بعض الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال العمل الإنساني، ما هي أهم هذه الإنجازات التي جعلت أيضا من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مؤسسة رائدة في مجال العمل الإنساني على مستوى المنطقة والعالم أيضا؟ طبعا إذا احنا نتكلم عن روحنا يعني عندنا الكثير من القصص، بس الشيء الجميل إن في سنة واحدة نحصل جائزة كاف، مؤسسة مستقلة تقيس معايير الإنسانية والعمل في البلدان، ومن مؤسسة الأمير محمد بن فهد ومن مصر، 3 جوائز يتزامن مع تأسيس المؤسسة المبادرة ورؤية ثاقبة من سيدي جلالة الملك. فهناك كثير من المؤشرات والعلامات اللي تراوي ان نظرة الإنسانية نظرة فيها الشمولية على أسس، على أسس علمية، بدعم كبير من القيادة، بدعم كبير من شعب البحرين، وبأسلوب علمي، والحمد لله. نعم سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، نبارك لكم ولمملكة البحرين هذا اليوم، ونشكركم على الجهود المتميزة التي تبذلونها في مجال العمل الإنساني. شكرا جزيلا لك.